أما تلفيق المذاهب، فالمذاهب كما تعلمون ليست ديانات، والدين واحد وهو ما نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما المذاهب فهي مدارس وطرق لفهم النصوص، واجتهادات أئمة الاجتهاد الذين شهدت لهم الأمة بالاستقامة والفهم والاستيعاب والاعتدال في منهجهم وفي سلوكهم وعبادتهم وصلاحهم واستقامتهم، هؤلاء من الذين أنابوا إلى الله. والله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، فأمرنا باتباع سبيل المنيبين. ومنهم أئمة الاجتهاد الذين شهدت لهم الأمة بأنهم استقاموا لله جل جلاله، فاتباع سبيلهم مما أمر الله به في كتابه بقوله: واتبع سبيل من أناب إلي. لكن مع ذلك لا بد أن نعلم أن اجتهاداتهم ليست وحيا منزلا، وليس لها قداسة الوحي ولا عصمته، فكل منهم يجتهد فيصيب ويخطئ، ومن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وليس عليه تبعة في خطائه، لما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. والتلفيق بين مذاهبهم لا بأس به في حق المتبصر الذي يعرف مآخذهم من ناحية الأصول ومن ناحية القواعد، ويعرف أدلتهم، فلا يتبع هواه ولا يأخذ بالأرخص ولا الأسهل، وإنما يأخذ بالأقوى دليلا. ولذلك الأصوليون يقولون: العمل بالراجح واجب لا راجح. إذا ترجح لديك قول بدليل، وقد يكون غير راجح لدى غيرك، لكن هذا الذي وصل إليه علمك، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، فخذ بالدليل الراجح. وليس ذلك خروجا عن المذهب الذي تعمل به في أغلب أوقاتك، أو المدرسة التي درست فيها. أنت درست في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، أنت منتمي لهذه المدرسة وممتن لأهلها، وتعلمت عن طريقهم وهم أشياخك. ولكن ليس معنى ذلك أنك ترى أن ما قالوه جميعا صواب، بل علموك خلاف ذلك، علموك أن المطلوب هو البحث عن الأقوى وعن الدليل. ولذلك فإن مالك رحمه الله قال: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأبو حنيفة رحمه الله قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإن جاء عن أصحابه فكذلك، فإن جاء عن زر بن حبيش وعبيدة السلماني فهم رجال ونحن رجال. فما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه الكرام استسلم له أبو حنيفة مطلقا ولا ينازعه، وما كان عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. كذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال أحمد رحمه الله: إذا وجدتم قولا لي يخالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. لكن التلفيق أيضا يحتاج فيه إلى فقه، فالذي يأخذ من المذاهب ما ترجح لا بد أن يكون ذلك عن انضباط ووعي لئلا يقع في فوضى. فإنه إذا لم يكن مؤصلا ولم يكن صاحب حجة وأصول، فكثيرا ما يلفق بين أقوال فيأتي بقول مخالف للمذاهب كلها خارق. وذلك مثل الذي يأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح، فيقول: ترجح لدي أن الولي ليس ركنا من أركان النكاح، لأن الله قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا من المتواتر من القرآن، وأحاديث اشتراط الولي من الأخبار الآحاد: لا نكاح إلا بولي، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة. والمتواتر لا يخصص ولا ينسخ بأخبار الآحاد، وزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، يرى أبو حنيفة أن هذا نسخ للآية، لأن زيادة على النص نسخ، فيقول: ترجح لدي عدم ركنية الولي. ثم يقول: ترجح لدي أيضا عدم ركنية الشهود في إثبات النكاح بناء على مذهب مالك رحمه الله، لأنه رأى أن الشهود خارج الماهية،
وأن ماهية العقد هي الإجابة والقبول وليس فيها ذكر للشهود، فالشهود إنما يحتاج إليهم بالإثبات، وذلك أن العقد يصح في أصله دون شهود ولكن لا يحل الدخول إلا بعد إشهاد الشهود، هذا مذهب مالك. ثم قال أيضا بأقل شيء في المهر خاتم من حديد، بناء على مذهب الشافعي وأحمد، لأنهم يرون أن الصداقة ليس ركنا من أركان الماهية، فيكون بهذا جاء بهجين مخالف المذاهب كلها، يعني نكاح هجين مخالف المذاهب كلها، لا هو صحيح عند أبي حنيفة ولا عند مالك ولا عند الشافعي وأحمد، أنه ملفق بين المذاهب، فأخذ من كل مذهب رخصة ولو كان يبحث عن الدليل، لكنه لفق فأتى بفوضى. وهذا الذي يقع فيه كثير من شبابنا المعاصرين المتنكرين للمذاهب، يبحثون عن الحديث فيجدون حديثا فيقولون هذا الحديث يدل على كذا، ثم يجدون حديثا آخر فيقولون هذا يدل على كذا، فيأتون في بعض الأحيان بصورة مخالفة لكل ذلك، فالقائلون بهذا لا يرون ذلك، وهذا النوع من التلفيق خارق للاتفاق، كناكح بلا ولي بدانق للشاهدين مهملي، قلد في نفي الولي التابعي هو أبو حنيفة، وفي الشهود مالكا والشافعي بدانق، فإن هذه الصورة قال الرياشي لم تكن مذكورة. وما سوى ذلك وهو أن يكون اعتمد هذا الدليل وترجح لديه المذهب الفلاني وهو محيط بالمذاهب ويعرف ما يشترط عند هذا المذهب في الأخذ بهذا الدليل ويعرف ما يشترطه المذهب الآخر، ورأى ترجيحا بناء على صحة دليل، حينئذ لا حرج في ذلك وليس من اتباع الهوى. وكثير من الناس أيضا يظن أن التبشير معناه أن يبشر الناس بأمور غيبية لا يعلمها، أن يقول أبشروا بخير وأبشروا بالعز وأبشروا بالنصر وأبشروا بالمال وأبشروا، هذا ليس هو التبشير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبشير الذي أمر به هو الدعوة إلى دين الله وإلى الاستقامة على منهجه، هذا هو المقصود بالتبشير، بشروا. وفي مقابله لا تنفروا، تنفير عن الدين أن تبغض الدين إلى الناس بسلوكك أو بشدتك وتشددك أو بإقصائك وعدم أدبك، هذا هو التنفير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.